عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2019 و2020. عقدت اجتماعها الثاني مع الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وقد توافقت اللجنة البرلمانية المشتركة للمجلسين والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام المقبلة مع تقديم أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لبيان كافة الأمور المتعلقة بالميزانية. وأوضح سعادة النائب علي إسحاقي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة أن استفسارات النواب ركزت على استيضاح بيانات الميزانية التشغيلية لبعض الجهات الحكومية خصوصا الصحة والتعليم والإسكان، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة ألا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بآليات الحفاظ على المصروفات. كما أكد إسحاقي أن اللجنة ستحرص على أن تتناسب المصروفات الواردة في الموازنة مع أوجه صرف الاعتمادات المالية المحددة لكل جهة وبما يتماشى مع أداء هذه الجهات ويتلائم مع أولويات المرحلة الحالية بما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين ويتماشى مع برنامج عمل الحكومة. بدوره أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستقوم بواجبها بالتأكد من تحقيق الأولويات الاجتماعية للمواطن ضمن الميزانية على أن تتقدم بالتساؤلات التي توضح كافة الجوانب المتعلقة بتحقيقها. وقال المسقطي إن اللجنة ستحيل للحكومة استفسارات أخرى خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التواصل مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لإقرار مشروع الميزانية في أسرع وقت. من جانبه أوضح معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة مرتكزة على برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، مشيرا إلى استدامة النمو الاقتصادي ضمن الأهداف الموضوعة، ولفت أن هناك عددا من المشاريع الحيوية بصدد الإنجاز بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا أن دور الحكومة هو تذليل العقوبات وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذه المشاريع التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وحول تداعيات برنامج التقاعد الاختياري على الجهات الحكومية، أكد أن الجهات الحكومية وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تقوم بإعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وبما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.